تصفيقات لكم وحار عليكم بالطبع. كونوا يعني مشاريع اللي تخلي المنطقه تنوض بالمجال الفلاحي، ولما لا يعني حتى في المساله ديال البنيه التحتيه، الطرقان، الماء صالح للشرب، يعني هالمسائل هادو كامل بغينا ان شاء الله نكونوا شاركين مع 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 الدوله فيهم، باش هكا كل شيء يكون تمدرس جيد، يكون ماء يعني جيد، يكون اي حاجه اللي تخلي الناس يكونوا في واحد المستوى ديال العيش كريم ان شاء الله. يعني هذه المعلمه هذه اللي انا كنعطيوها معلمه، لانه من حيث الشكل البنايه ولا من حيث الموقع، يعني هاد الناس هادو راه غادي يستافدوا من واحد تعليم اولي متطور. يعني الا شفنا هذه المعلمه هذه يعني بالقاعد ديالها ديال 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 الاطفال اللي اقل من 3 سنوات والاطفال اللي قرابين يدخلوا للمدرسه، يعني غتكون افاده لهم. حنا كنعرفوا ان التعليم الاولي هو الاساس اللي كتبنى عليه العمليه التعليميه التعلميه. يعني هاد الا كانت التلميذ تكون مزيان في التعليم الاولي، وبالتالي في المسار ديالو اللي غادي يجي من بعد يعني غادي يكون اسهل، والعكس بالعكس. كنتم تشوفوا معنا افتتاح ديال الروض التعليمي اللي هو روض دار الانماء التعليم الاولي. الحمد لله هذا المشروع هذا اللي بديناه في اكتوبر 2020 اللي جا مع الظرفيه ديال كورونا. الحمد لله من بعد واحد الحفل اللي كنا درناه اللي بدلنا فيه المسار ديال الجمعيه الى مؤسسه، فهذا التغيير هذا جا معاه اننا نشوف في المشاريع التنمويه. الحمد لله اول مشروع اللي هو مشروع اقرا اللي جا هنايا في هذه الزاويه، زاويه لاراوين، في قياده مجاد اقليم شيشاوه. الحمد لله استطعنا في ظرف عام اننا نبنيو هاد المعلمه هذه اللي سموها يعني الناس ديال الدوار معلمه، وحنا بالنسبه لنا معلمه حيت حطينا فيها كاع داكشي اللي كنعرفوه. الحمد لله الاعضاء ديال المؤسسه ديال دار الانماء كتفوا الجهود، كنا كنديبلاصاو من كازا اللي كنتميو للحي ديال السيد البرنوصي، ولينا الفخر اننا كنتميو لهذا الحي، لحقاش خرج اطر تربويه واللي تربينا على ايد ديالهم الحمد لله، واللي خلانا الحمد لله نديروا هذا المشروع الكبير اللي كانوا فيه مجموعه ديال بزاف ديال المساهمين الحمد لله والمحسنين، واللي كتشوفوا الحمد لله انه كان فيها روض اللي غيكون فيه جوج ديال الاقسام، قسم اللي غيكون فيه ورشات، وقسم اللي غيكون تابع يعني الدراسه اللي ديال التعليم الاولي. وكما كتشوفوا فكرنا على انه يكون تعاونيه للفوق ان شاء الله، يعني غادي نخدموها من بعد باش يولي المشروع هو كيصرف على راسه بلا ما يعني كل ساعه نبقاو نجيو وهذا وهذا. يعني المشروع ديال التعاونيه غيولي يصرف على 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 الروض ديال الاطفال، ونفتحوا حتى لاننا نديروا واحد المشروع اللي يستافدوا منه نساء ديال المنطقه الحمد لله. فكنشكروا بزاف الناس اللي عاونونا، وهذا المشروع جاء الحمد لله اللي كنركزوا على واحد المساله باش نحققوا به التقرير ديال النموذج التنموي اللي جاب به صاحب الجلاله نصر الله، وكنتمنوا من الله انه ما يكونش هذا اول مشروع في هذه المنطقه هذه، يكون بزاف. هي بناء روض الاطفال نظرا اللي كانت التعليم الاولي تيكون فيه تحضيري وثاني تيقرا في قسم واحد مزدوج تيسميه، قلنا باش هذاك صاحب تحضيري ما يبقاوش يلا طالعين وصحاب الثاني قراو وما تيستافدوش بجوج، داكشي باش ولينا درنا هذا الروض. ولكن تنطلبوا ان شاء الله باش يكون عندهم واحد سياره الاسعاف هنا كيف ما شاهدتوا، هذه المنطقه نائيه، المستشفى تيبعد علينا في نواحي ديال مراكش بواحد 70 كيلومتر، النساء تيولدوا في قارع الطريق، الناس اللي تيسعوهم العقارب ولا الفاعي اللي توصل توصل، اللي ما تيتوصلش اللي تتبصر الايد ديالو اللي تياخذوا الاجل ديالو. كنا تنطلبوا من ان غنروح هذه البقعه، عطاه لنا واحد المحسن اخر.